انه هم يحجون بالجسم، انت جسمك كان كلش حلو، انت كذا انت كذا، الى ان ياخذون اللي يريدوا. هذه يمكن القصه مو هي الاولى ولا الاخيره. نسمع دائما انه النساء دا يتعرضون في دوائر معينه لمثل هكذا حالات. من الصعوبه هذه المراه تدافع عن حقها او تثبت. اغلب الدوائر موبايلات ما تدخل لها، فما تقدر تصور هذا اللي دا يصير. الموظف هنا ماخذ حريته بسوء التصرف. البعض طبعا أنا واحدة من النساء اللي تتعرض لابتزاز وتحرش بمحافظة ديالى. اليوم هذا التحرش مو بس بالمحافظة هاي، بكل المحافظات وبكل العراق. احنا دا نواجه مشكلة كلش كبيرة، احنا وصلنا مرحلة انه قمنا نخاف، نخاف حتى انه نبقى ويا نفسنا لان ماكو احد يحمينا. دا نتعرض الى تحرش كلش هواية بالشارع، وحتى من اروح وعندي معاملة بدائرة أو جهة معينة أني دا أشوف هالتحرش اللي دا يصير وياي. للأسف ماكو أي أحد يحمينا، كل ما نروح على دائرة نتوقع أنه هي راح تحمينا من هذا المتحرش، هم دا يوقفون وياه ضدنا لأن يريدون مقابل. وإحنا وصلنا إلى مرحلة أنه الكل يباعون علينا أنه إحنا بنات مو زينات، يقولون أنتو صوتكم بس هو مو صوتنا، هو صوت المتحرشين، ولأنه ماكو أي أحد ياخذ حقنا. فاحنا نريد نطالب الكل انه يوقفون ويانا، احنا ملينا من هالموضوع، ملينا من ظاهرة التحرش اللي تصير بالشوارع وحتى بالدوائر بالابتزاز. والابتزاز. ايضا الابتزاز صار كلش هواية، وصل مرحلة انه انت حتى دا تروحين تطلعين معاملة الك كمطلقة. اليوم اني احكي، او ممكن يكون اكو اشخاص غيري مطلقات او ارامل وتريد عندها معاملة، دا يبتزوها يبتزوها انه خلي رقمك واحنا نخابرك وتبلش من هاي الابتزازات. يبتزوها انه اذا هي مطلقة تعاين طينا نفسك وتدللين. فهذه المشكلة اللي احنا دا نواجهها لازم تقدمي التنازل عن جسدك يا رب. بالضبط. اليوم التنازلات مو وصلت الى انه قبل كان اي اني معجب وكذا واني اللي سويت لك وهمين انا اوقف بوجه. اليوم وصلت الى مرحلة انه هم يحجون بالجسم، انت جسمك كان كلش حلو، انت كذا انت كذا، الى ان ياخذون اللي يريدوا. واكو بنات بسرعة تروح لانه هي ما تعرف شنو هاي. ممكن اكو بنات غيري ما يعرفون موضوع التحرش، ممكن اكو بنات محتاجين العيشة مالتهم ومستعدين يقدمون تنازلات. كل هاي هي مو سببها البنية، هاي سببها المجتمع وسببها انه ماكو احد يحمينا.